السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بيا. مازال ما راش ديفان تاع الطوموبيل هذيك. من بعد ما درنا التشخيص البارح تبان لي كاش كمبيوتر هو اللي عيل الممبران نتاعو، وجاب لنا السيد كاش هاوليك الكاش كمبيوتر تاعها تجي كومبلي هكذا. لا ممبران تجي الانتيريور الداخل، تطرطق الانتيريور تجي منها، تجي هنايا هنا الناس بزاف. انا بالك بلي هذا دايرو غير بروتيكسيون، من بعد كي تجي تمونطيه تنحيه، هذا يتنحى على لوميديتي كي يكون في ستوكاج وكذا. هنا راح نحيكم كاش كمبيوتر هنا في الطوموبيلات هذو. اي انترفونسيون في الطوموبيل هذه دوموندي بلي اي انترفونسيون في السياره هذه. ناس بزاف تكره المحرك هذا، وانا عندي 10 سنين وانا كاسبه، ما خليت به حتى طوموبيل، من الدي اس 4 من الدي اس 3 من 208 جي تي من 308 جي تي فاز 1 وفاز 2 كسبتو با مال دو شوز. ناس بزاف تكره الموتور هذا باسكو ما يعرفولوش لي بان تاعو، ما يعرفولوش البيس تاعو، كل محرك عنده البيس تاعو. هذه السياره كيما شتوني دوكا اي انترفونسيون فيها يزيد تنحي لا كوز دو باتري. في اي طوموبيلات تقدر دير لك كاش كور سيركوي ولا كاش عفسه اللي تخلصها غاليه مع الكليون. هنا الطوموبيلات هذو ما سيرتو كاين واحد لو فيل دو ماس هذايا، بالك وبركش واحد الفيل دو ماس هذا في تي اش بي ولا ينساه منحي ولا يرجعوه يا نايضه، راح دير له كور سيركوي وتصوتي له بزاف عفايس. هذا فيل دو ماس هنا ما تستهزاوش به. هنا نحو لي بوبين كيما راكم تشوفوا هكذا، هنا لي بوبين هادو ما فيهمش كلاسيفيكاسيون. ناس بزاف نصيبها ماركيه 1 2 3 4، هنا ما عندناش كلاسيفيكاسيون في لي بوبين. هنا اي بوبينه في اي بلاصه راح تركب لك، ما عندكش اشكال كامل. هنا نحو في دوماس هذا يا، ونبداو نحو الكاش كمبيوتر اللي فيه بزاف لي بولون باش نعاود نخرجوا ونوريكم لابان وراي. من بعد ما حلينا كاش كمبيوتر تاع السياره هذه، اللي الناس بزاف خايفين المحرك هذا، المحرك ما فيه والو، ما فيه حتى حاجه تخلع وما فيه حتى حاجه زياده. هنا راح نصيبو بومباش بي اللي بزاف الناس ما كيطيح لهم بومبار ما تعرفش بلي بومباش بي تروح لها. وهنا السياره هذه فيها ان سول ديفازر ماشي دو ديفازر، ديفازر هاولي كورا بينيون ديفازر. هنا عندنا بينيون فيكس، عندنا الكتروفون واحد، وعندنا لا سيبل تاع الكابتر هذه هنايا. هنا راح نبدلو كاش كمبيوتر عليه، الطوموبيل هذه ولا تصفرنا، لان هذه السياره تريسيكلي لي غاز تاع الرينيفلور تاعها مع لا ديميسيون. هاكو تشوفوا لا ديوريت هذه اللي هنايا، لا ديوريت هذه اللي هنايا خويا تبعت من لا ديميسيون، تبعت من الرينيفلور. هنا الرينيفلور من الداخل من الرينيفلور تبعت لا ديميسيون تاع تريسيكلي مع البابيون. البابيون راه داخل منا سير اليمونطاسيون ديوريت هنا لي شونجور هنايا. سي بور سا تبقى كي يكون الكاش كمبيوتر عيان تولي ما تيريش، تولي تدخن وتقدر تولي تدخن دخان بيض وانت تدخل بلي سيغمونطاسيون وكاش كمبيوتر عيان. هذا ما كان دونك كي نعاودو نركبو الكاش ونوضوه نوريكم ريزيلتا تاعها. اساس بلي كي نجي نركبو الكاش كمبيوتر هذا بيان سور يجي فيه لي جوانتور، عندنا مومبران هنا وعندنا المومبران اللي راح تنات هي الداخل. هنا راه يسال فيها كومبري ما نقدرش نحو. الناس بزاف في الطوموبيلات انا نبقي الكاش صح مقاردين، هذا دايرينو بالعاني كي يكون برك السياره كي يكون بليتو الكاش في ستوكاج باش ما يدخلش في ميديتي لهنا، ما كي تجي تركبو تنحي البوشون هذايا باش يتنفس منه يجبد الريح وما يخرجش الريح. راح نمونطيو على بركة الله ان شاء الله الكاش كمبيوتر ونوريكم الريزيلتا تاعو. من بعد ما ركبت الكاش كمبيوتر تاع السيارة هذه والحمد لله راه تريقلات لنا السيارة لهنايا، ما فوقت فات كانت السيارة كي تلحق الطومبيراتور هذه ولا كي تسخن الطوموبيل كي تصفر. هنا السيارة هذه الحمد لله راهي تريقلات. هنا تسخيص العطب هو الصح في الخدمه، هو 90% من الخدمه. ما ننساش بلي السياره هذه تبدلوا بزاف قياسات على جال البروي هذاك سيف لو موليتان. هنا شوفوا عندنا الطوندور، عندنا ديبري باتيناتور، عندنا لا كروا، عندنا لا بولي تحتانيه. هنا كما راك تشوفوا فونتيراتور وديكلونشا هاوليك لو فونتيلو، والسياره راه البروي ما فيهاش. ممكن نحي لا جورج راهي الطوموبيل نورمال، ها راهي تتنفس الطوموبيل والبوشون تاع الزيت راهي كامل نورمال. هنا تسخيص العطب اخي العزيز هو الصح في اي خدمه، العطب كي تشخصو نص الخدمه بليتو 90% تاع الخدمه. لهذا ماذا بك تكون عندك سياره باش ما تكره سيارتك وما يخلطولكش فيها وما توليش سيارتك مكروهه وتولي كي يشوفك شنو كان ما يقدرش يخدمها. من المستحسن تشوف انسان اللي يكون يتقن الخدمه تاعو. ما كانش غير انا في الجزائر، كاين ناس بزاف لي زملاء تاوعي في المهنه الشريفه هذه اللي راهم يخدموا الخدمه باتقان. تقدر تدي عند اي واحد يخدم لك السياره هذه. هنا راني نديكم خلاصة القول تاع السيارة، صرات فيها عطب وديتي تيت لابان في 3 مينوت ميم با، وسمو لها راه جاي يدي السيارة والحمد لله، ويكثر خيركم وربي ان شاء الله يعطينا على حسب نيتنا.